كروس انا هذه قبل ما يصدر القرار عطاني 186 اليوم انا ما عطاني 100 صح ما كان رجع بصح ما كان لا بيع لا شراء السوق سوق عادي نورمال ما طاحش هدرة برك نسكت تحت بالهدرة برك ولا طاح طاح هو ما طاح اليوم عطاني 260 واش من عام هذه؟ ها؟ واش من عام؟ 2000 جديد برك قال طاح وما طاحش ها تشوف انا في وسط السوق اولا ماهوش عامر ثانيا كان الواحد يتعشى من واحد انا راقدين قاعد خشى فيه وقريب يبيع صوب هاك صوب 200 زي لاحق 240 ما طاحش اليوم وش سموك؟ اليوم سمونا 181 ياك 200 وين جا صوب 130 ولا 140 صح وقبل قبل شحال سموك؟ قبل شارينها شارينها ب 280 هاي وينها هاي خارجه كاع ما هدرش مع الناس السوق عاطينو 240 وراح 2015 السوق راهو في تراجع سياره في المثال السيارات كيما نقولوا الخشينه راهي في 100 مليون والسيارات هالرقيقه راهي من 50 ل 30 ل 20 او في تراجع على كل حال هنا في مدينه وش يخليه في تراجع الركود هذا ما لا بيع لا شراء تشوف السوق حتى السيارات هاك تشوف فيهم ها ها اللي تهضر معاه يقول لك مانيش مسيوم مانيش مسيوم مانيش مسيوم حاجه تاع 350 عاطينه 250 هاك تشوف معناتها ما كان لا بيع لا شراء الساعه هذه لا بيع لا شراء حرام الناس يستنوا في 2023 سياره تاع 400 مليون يعطي فيها 150 مليون سياره تاع 500 مليون يقولوا دي فيها 180